الناس بيقولوا لي انك انت لو حد جالك معهوش وعايز ياكل فانت بتاكليه. طبعا ياكل ده بيبقى احسن رزق ليا، اللي هو بيجي عنده ومعهوش فلوس. يعني لو انا بعد فلوسي اخر اليوم كل يوم، اليوم ده بيبقى الحمد لله فلوسي اكتر. واي حد معهوش بيجي ياكل، انا بقولش لحد معهوش ما تجيش. يعني انا طول ما انا الحمد لله بصحتي فمش محتاجه حاجه، كل يوم رزق ربنا بيبعته لي وبزياده الحمد لله. ايه سر طبق المكرونه بتاعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مش اكتر من كده. مفيش طبق بعبيغ لما بسمي، والله مش اكتر من كده. اما هي ما فيهاش اي حاجه خالص، هما شويه مكرونه وحته ثومه نيه وحبه ملح في الصلصه وخلاص. وبسم الله الرحمن الرحيم طبعا كفيله باي طعم. لا انا بعمل عدس جميل جدا جدا جدا، بعمل عدس جميل احلى من المكرونه، بعمل قوطه مخلله مع العدس احلى من العدس. وطبعا عيش محمص وفل وبتاع دوت وبصل اخضر وليمون. اوعى تنسى ربنا بيرزقني من ورا العدس، فببقى عاملاه بحب اكتر. يعني لو عليا فلوس مثلا، في حاجه عاوز اعملها، في حاجه عاوز اجيبها، ربنا بيكرمني منه.